أهداف المناظرة. أنا داير أعمل مناظرة، ما هو الهدف منها؟ الأهداف تختلف، وأعلى الأهداف هداية المناظر، يعني اللي بتناظر أعلى هدف أن يهتدي هو ومن معه. طيب لو ما حصل، لو هو ذو عنيد، يبقى هدفي هداية من معه. طيب لو ما حصل لا هو ولا اللي معه، يكون هدفي، أو مش لو ما حصل، لو كان يغلب على ظني إنه لا هو بيهتدي ولا اللي معه، أنا ما بعلم لكن يغلب على ظني، طيب يكون الهدف منها إقامة الحجة عليهم، وأيضا تنفير الناس عنهم بفضحهم وبيان حالهم. هذه أهداف يا أخواننا المناظرة. لو كان يغلب على ظنك أو على ظنك أن هذه الأهداف تتحقق كلها أو أغلبها من غير مفسدة راجحة، يكون بعد ذاك المناظرة مأمورا بها. طيب نجي لمسألة وهي الفصل الأخير من الكلام، مقومات المناظرة المحمودة. ما عندنا المناظرات نوعين زي ما قلنا، مناظرة مذمومة ممنوعة، ومناظرة أخرى محمودة مأمور بها. مقومات شنو؟ أول المقومات الإخلاص. ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في الفتاوى المجلد 27 الصفحة 300 وحاجة، لما سئل عن المناظرة ذكر الشرط فيها أن يكون ابتغاء الإنسان بالمناظرة وجه الله سبحانه وتعالى، مش يناظر من أجل أهداف أخرى. في ناس يناظروا من أجل أهداف أخرى، زي شنو؟ حب الظهور. زول يعمل مناظرة ليه؟ داير يظهر في الإعلام، يقول لك فلان اللي ناظر فلان ذاك، يقول لك يا أخي ده معروف يا أخي، قبل كده كان عنده مناظرة، داير يظهر على حساب الشريعة. كويس؟ فده هدف مذموم. اثنين، إظهار الشجاعة والجسارة. واحد بس يلقى له زول صوفي بيتكلم، والصوفي يكون صاحب شبهات عظيمة جدا، شبهات كبيرة وتلبيس وكذب، وعنده اطلاع على كتب، إن كانت كتب سنة ولا كتب بدعة. وإنت صاحبنا زول مسكين ساي، لكن جا الصوفي يتكلم في الجامع وهو قاعد رجالة منه بس كده، داير يقوم يتكلم. الإسلام يا أخواننا ما بينصر بالتهور، دي ما شجاعة، هي هذا تهور، لأنه أنت ما عندك مقدرة على مناظرة هذا العلم أو غيره أو ذاك الصوفي أو الكافر أو غيره. المهم أنت ما عندك مقدرة علمية على المناظرة، ففي الحالة دي تكون من التهور. ثالثا، من الأسباب المنافرة للإخلاص إظهار المقدرة على الجدال. في بعض الشباب الواحد هدف من المناظرة لكي يثبت لمن يرى، ناس اللي بعينه بيحضروا ده، يثبت لهم إنه هو عنده مقدرة على الجدال ومقدرة على النقاش، يمشي يجيب لك كلمات كده تفلهم بيها، كلمة من هنا وكلمة من هنا، داير يظهر مقدرته وبراعته على الكلام. ده برضو ممنوع شرعا ومخالف للإخلاص. حب الانتصار والتشفي، قد ما يكون هدفه منا هدف شرعي، لكن عنده ذول معين دار يتشفى فيه ويظهر انه الانسان ده صاحب باطل ليتشفى، لكن ليس انتصارا للشريعة. ده ايضا مخالف للإخلاص. فيبقى يا اخواننا عندنا الشرط الاول، الشرط الاول في المناظرات الإخلاص. لذلك ابن تيمية ذكر رحمه الله تعالى أن من خذل
في مناظرة، من خذل في مناظرة قال إنما خذل من أحد أمرين كما قال رحمه الله، والكلام بمعناه، قال إما من جهة إخلاصه، أنت قد تكون صاحب علم لكن ما مخلص لله، شغلك ما لله، تقدر تنتصر لنفسك، تقدر تتشفى، تقدر تظهر إلى آخره. قال إما من جهة إخلاصه أو من جهة علمه، يعني إما ما عندك علم، أنت رجال ساي، قد تكون مخلص ودار تنتصر للدين لكن ما عندك علم، أو قد تكون عندك علم لكن ما مخلص لله جل وعلا. فدل يا إخواننا شرطان أساسيان في المناظرة، ذكرنا الأول الإخلاص، الثاني العلم. العلم يكون في أشياء، يعني العلم ذاته ما هي علم، أولا العلم بالحجة كما قال ابن تيمية رحمه الله تعالى، حاجر لك كلامه بعد شوية. العلم بالحجة، أن تكون عندك حجة في تغرير مذهبك أنت، مذهب أهل السنة، كويس؟ ما تكون أنت جاهل بالمذهب، بمنهجك. في ناس الواحد يدوه قول كويس يقوم ما عنده علم، هو ينكره. مثلا يناظرك صوفي يقول لك شيخهم ابن تيمية أو ابن عثيمين يقول إن لله عينان حقيقيتان، أنت حقيقيتان ما فهمتها، مراد أهل العلم بها، ومرادهم حقيقيتان أي ليست مجازيتين، ما مجازا، حقيقة، يعني على حقيقة الكلمة، على حقيقة الكلمة، مش حقيقتان معناه عين كعين الإنسان أو كعين غيره من المخلوقات، لا، حقيقيتان يعني ما مجازيتان، لأنه ممكن أشعري ولا صوفي يقول لك لله عينان لكن مجازا، مجازا، الله استوى مجازا، استوى صح على العرش مجازا. فالعلماء خلاف للمجاز بيقولوا حقيقة، لكن انت قد تكون ما فاهم الكلمة دي، أول ما يقول لك شيخهم بيقول لله عينان حقيقتان تقول لي أبرو إلى الله، من كلام شيخهم أبرو إلى الله، طوالي كده، ما انت ما عارف منهجك. لذلك العلماء قالوا شرط المناظرة، شرط العلم أولا العلم بالحجة، انت تعرف مذهبك وتعرف الدليل عليه، لأنه الآن لو جيت انت تثبت أن لله عينان، أين الدليل؟ أثبت أنت مذهبك أول شيء، قبل ما تجي تقول للصوفي أنت أولت الصفات وأنكرت صفات الله، لا، أثبت أنت، تثبت بالأدلة، تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر، يقول لك يا أخي هذا جمع، كويس؟ تقول له ربنا سبحانه وتعالى قال عنه النبي عليه الصلاة والسلام إن ربكم ليس بأعور وإن الدجال أعور العين اليمنى كأن عينه عنبة طافية، وليس بأعور، الأعور يقال لمعيب العين، والنبي صلى الله عليه وسلم قال ربنا ليس بأعور، هذا مما يدل على أن لله عينان حقيقيتان، لكن هل تشبه أعين المخلوق؟ لا أبدا، والعياذ بالله، لقوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أنت لا بد تثبت قولك بالأدلة. عشان كده العلم يا إخواننا، أولا العلم بالحجة، وحتى الحجة في المناظرة يا إخواننا بتحتاج إلى فن زائد على مجرد العلم الشرعي. قد تكون صاحب علم شرعي ودرست متون ومؤصل في المسائل الشرعية، لكن ما عندك معرفة بالاستدلال القوي، يعني من الاستدلال ما يحتاج إلى تكلف، تجيبه بينك استدلال بعيد وما بيحسم لك الموضوع، لكن الأدلة ذاتها في المناظرة بتحتاج إلى فن وقوة في الدليل، تدي دليل كده بس طق، ما يقدر يمشي كده ولا كده، كما ذكر عند عبد العزيز الكناني رحمه الله تعالى في المناظرة اللي اسمها الحيدة، ذكر ابن تيمية وغيره، قام بشر المريسي قال له
القرآن مخلوق. قال له ما الدليل عليه؟ ده قال ربنا قال إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. بشر المريسي قال وجعل في اللغة لا تأتي إلا بمعنى خلق. قال والعرب لا تعرف في لغتها جعل إلا بمعنى خلق. طيب لاحظ من فن عبد العزيز الكناني في المناظرة الأدلة محصورة ودليل اكسر حجته. قال له يا مريسي أنت ما تعرف في اللغة العربية جعل إلا بمعنى خلق. قال ما في أصل جعل إلا بمعنى خلق. أنت عارف؟ قال له طيب يلا أمسك الآيات أداه كمية بتاعت آيات بس كده تقطع الحجة. طيب قال له ربنا قال وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا. هل جعل بمعنى خلق؟ لو قلت جعل بمعنى خلق يبقى شو؟ جعلوا الملائكة أي خلقوا الملائكة، ما معنى خلق؟ قال له ربنا قال ولا تجعلوا دعاء، لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. أها لا تجعلوا دعاء الرسول يعني لا تخلقوا دعاء الرسول؟ لا. قال له أقوى من ده كله، قال له ربنا قال ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم. أها لا تجعلوا الله معناه لا تخلقوا الله، انكسرت حجة. فإذا عندنا في العلم الفقرة الأولى في العلم العلم بالحجة، الحجة بتاعتك أنت السلفية. وصية القحطاني. بالله قولوا كلما أنشدتم رحم الإله صداك يا قحطاني.